على كل حال، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا شبكة مراسلي إكسترا نيوز في عدد من المحافظات المختلفة التي تجرى فيها المرحلة الثانية من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب. في البداية إذا سمحتم لي دعوني أرحب بمراسلي إكسترا نيوز من كفر الشيخ إبراهيم عزت، أرحب بك يا إبراهيم، وأيضا من المنوفية أحمد عبد الرازق، ومن بورسعيد عوض الغنام. إذا سمحتم لي أن أبدأ بإبراهيم عزت من كفر الشيخ. إبراهيم أهلا بك، وإذا كيف هي الاستعدادات في كفر الشيخ لبدء انتخابات مجلس النواب في الغد؟ شكرا جزيلا لك نانسي. من أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ التي أعلنت أنها أنهت الاستعدادات النهائية والأخيرة لاستقبال ولمشاركة المصريين في المرحلة الثانية، هي واحدة من المحافظات 13 التي ستشهد غدا وبعد غد يعني إقبال المصريين في هذا الاستحقاق وهذه الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية. الآن نانسي سنستعرض مع حضرات مشاهدينا الكرام الخريطة الكاملة لمحافظة كفر الشيخ في هذه الانتخابات من حيث عدد المقاعد وعدد المترشحين في هذه الجولة، بإجمالي 168 مرشح هنا في محافظة كفر الشيخ، 18 بنظام القائمة بيتنافسوا على 18 مقعد بنظام القائمة و150 مقعد بنظام الفردي، 150 مرشح بالنظام الفردي. سنتحدث مع حضراتكم بعدد الدوائر التي تحويها محافظة كفر الشيخ، بنتحدث على إجمالي 4 دوائر هنا في محافظة كفر الشيخ مخصص لها 19 مقعد، 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردي، وتشهد المحافظة تنافس قائمتين اثنين، القائمة الأولى هي القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، حيث دفعت ب 18 مرشح يتنافسون على 9 مقاعد. أما الآن سنتحدث مع حضراتكم في الدوائر المختلفة من حيث القرى والمدن المختلفة في محافظة كفر الشيخ. البداية ستكون بالدائرة الأولى ومقرها هنا مركز كفر الشيخ في هذه المنطقة التي نتحدث مع حضراتكم فيها، ومخصص لها 3 مقاعد، بينما يتنافس على هذه المقاعد 49 مرشح. أما الدائرة الثانية مقرها مركز سيدي سالم ومخصص لها مقعدين ويتنافس على المقعدين 24 مرشح. أما الدائرة الثالثة مقرها مركز الحمول ومخصص لها مقعدين ويتنافس عليها 29 مرشحا. أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز دسوق ومخصص لها 3 مقاعد وبيتنافس على هذه المقاعد 48 مرشح. اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الذي اطلع على آخر الاستعدادات النهائية في هذه الانتخابات والمتمثلة بتوفير الإجراءات الاحترازية بالتأكيد، والتي تأتي على رأس أولويات الهيئة الوطنية للانتخابات التي بدورها وفرت كل هذه الأدوات للسادة المستشارين المشرفين على هذه العملية، كما تعلمون أنها تأتي بإشراف قضائي كامل وأيضا الموظفين في اللجان، فضلا على توفير الكمامات والأدوات للمواطنين الذين سيأتون وسيشاركون في هذا الاستحقاق. لمن لم يكن لديه كمامة أو ما إلى ذلك يتم إعطاؤه مجانا بالمجان كمامة بالمجان للمشاركة في هذا الاستحقاق. إذا مشاهدينا الكرام، غدا بحلول 9 صباحا تنطلق الانتخابات في محافظة كفر الشيخ بحكم أنها واحدة من 13 محافظة، وستستمر لمدة 2 على أن تغلق أبواب الاقتراع بحلول 9 من مساء الغد وبعد الغد، وبعد ذلك يكون هناك الفرز في اللجان الفرعية أولا، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى اللجان العامة. هذه هي الصورة مشاهدينا الكرام، وزميلتي نانسي بالتأكيد لديها المزيد في هذه الجولة. إليك نانسي. إبراهيم عزت، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الشرح الوافي. مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من كفر الشيخ.